وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو الأخبار سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. أولا يعني نهنئكم بهذا الإنجاز الرائع بالنسبة لمملكة البحرين، كيف تحقق هذا الإنجاز؟ بداية اسمحي لي أن أتقدم بأسميات التهاني والتبريكات لمقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الأمير الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على هذا الفوز المستحق لمملكة البحرين بتبوئها مكانة مرموقة بين الأمم بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان وبنسبة أصوات مرتفعة جدا. بالطبع مملكة البحرين لديها سجل زاخر بالإنجازات والمنجزات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة منذ توليه مقاليد الحكم في 16 سنة الماضية، وهذه الإنجازات التي بدأت منذ التصويت على ميثاق العام الوطني وإطلاق الحريات والحقوق الأساسية وأيضا مشاركة العامة للمواطنين في الانتخابات ومشاركة المرأة وأيضا إجراء العديد من التطويرات على القوانين والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بإصدار قانون الأسرة وقانون حماية الأسرة من العنف الأسري وأيضا قانون التدابير البديلة والعديد من إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا الآليات الحامية والوقائية لتعزيز حقوق الإنسان. فالبحرين أنجزت في فترة زمنية قصيرة الكثير من الإنجازات أهلتها لأن تتبوأ مكان مرموقة وأن تصبح جاهزة للمساهمة ليس على المستوى الوطني ولكن على المستوى الأقليمي والدولي وأن تترشح لمجلس حقوق الإنسان وأن تفوز وأن تحظى هذه الإنجازات وهذه الإمكانات التي تحققت التي أدركها القاصي والداني. صحيح. هذه الإنجازات التي تحققت أصبحت تتحدث عن البحرين وتسمح لها بأن تتبوأ هذه المكانة وأن تحظى بمقعد مجلس حقوق الإنسان للمرة الخامسة في تاريخها وللمرة الثالثة منذ تأسيس المجلس. طيب يعني محطات كثيرة يعني جعلت البحرين بالتأكيد محط أنظار الجميع وبالتأكيد يعني جعلتها يعني مؤهلة للوصول إلى هذه المكانة المرموقة، لكن ما هو الإنجاز الفعلي الحقيقي الذي يعني حدث مؤخرا وجعل البحرين في مصاف هذه الدول؟ طبعا إنجازات البحرين كثيرة جدا ونحتاج مزيد من الوقت لبيانها وسردها، ولكن الإنجازات الحقيقية هي أن المواطن البحريني أصبح حقوقه مصانة ويتمتع بكرامته الإنسانية ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأصبحت البيئة البحرينية بمراعاة برامج التنمية المستدامة أيضا مستوى المعيشة في البحرين وجهود مكافحة الفقر والجوع وأيضا رفع مستوى المعيشة ومستوى الدخل القومي الدخل الفرد أيضا سنوي، أصبحت البحرين بتعيش في انتعاش ونماء مزدهر رغم التحديات التي تواجهها التحديات المالية التحديات السياسية وأيضا تحديات الإرهاب الدولي وتنامي أعمال العنف والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان للبحرين. على الرغم من هذه التحديات على الرغم من هذه الإمكانات المالية والأزمة المالية العالمية إلا أن البحرين مضت بشكل متزن وبشكل قوي في اتجاه النماء، وهذا يبين جهود الحكومة الرشيدة من خلال برنامج نحو المجتمع العدلي والأمني والنماء الذي يركز على التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية والرؤية الثاقبة لرؤية البحرين الاقتصادية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التي أيضا في مبادئها السامية تعمل بمبدأ التنافسية والاستدامة والعدالة. فنحن نعمل في الحكومة بشكل يومي في برامجنا اليومية في برامجنا المالية كل ما يعمل على الرفاه والتنمية في هذا البلد، فأصبحنا محط أنظار العالم ومحطة يسعى لها أيضا ليس المواطن ولكن أيضا المقيم والعمالة الأجنبية أن تأتي للبحرين وتتمتع بهذه الحقوق بهذه الراحة والإمكانيات ونحوز بجوائز عديدة في هذا المجال. طيب سعادة مساعد وزير الخارجية بالتأكيد يعني ماذا يعني أن نصل إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان؟ ماذا يعني هذا بالنسبة للبحرين؟ بالطبع يعني الكثير للبحرين. بالدرجة الأولى يعني اعتراف واضح من المجتمع الدولي بمكانة البحرين الحقوقية والقانونية والمكانة التي وصلت إليها في مرحلة التنمية، وأيضا اعتراف بسجل البحرين الحقوقي والبرامج والإنجازات التي تحققت أنها هي إنجازات حقيقية وإنجازات ساهمت في النماء والرفاه، وأيضا أصبحت الكثير من الدول تقتبس وتتبنى العديد من هذه المبادرات. صحيح. في برامجها. صحيح. الوطنية.
وايضا المجتمع الدولي ايضا مهتم جدا ان يطلع على تجارب الدول المتقدمه. صحيح. فمملكه البحرين تعتبر من الدول الناميه المتقدمه التي رغم صغر المساحه الجغرافيه ولكن امكاناتها البشريه والانجازات التنمويه التي فيها تفوق كثير من بلدان العالم التي تتمتع بامكانات ماليه وموارد اكبر من قدر البحرين. صحيح. ولكن البحرين بالعقل والذهن البحريني بالامكانات الموجوده وبالتوجيهات الملكيه الساميه ورؤيه الحكومه اصبح العمل في تيسير هذه البرامج بالشكل الافضل والقياده الرشيده والحوكمه الرشيده بما يسمح للبحرين ان تكون محط انظار العالم وان تدخل المجلس لتنقل هذه التجارب من الوطنيه الى الدوليه. على سبيل المثال مركز الملك حمد للتعايش السلمي اصبحت تجربه ليست وطنيه وايضا اصبحت ليست اسد واصول وطنيه اصبحت اصول عالمية معرفية للبشرية. صحيح. فعملية نقل هذه التجربة كما قال صاحب الجلالة الملك الفدى في الصحف الأجنبية بأن تجربة التعايش في مملكة البحرين والاختلاف والتناضح الذي أصبح في مجتمع البحرين عبر القرون والعقود الماضية أصبح مركز قوة. صحيح. ونماء وليس مصدر ضعف وهوان. وبالتالي نريد أن نقول للعالم أن احنا مارسنا هذه التجارب في التسامح والتعايش وقبول الآخر والنماء وايضا الجنوح للسلم والتعاون تحت قياده جلاله الملك المفدى الذي ارسى هذه الدعائم والحكومه الرشيده وايضا برامج تقوم فيها الاجهزه التنفيذيه. يعني الان مملكه البحرين تخطو نحو مرحله بالتاكيد جديده، هنالك تحديات يعني اكاد ان اجزم ان البحرين مقبل عليها، هل هنالك خطه موضوعه لبدء هذه العضويه يعني بشكل جديد وبحله جديده ترتديها البحرين وتساهم فيها امام دول العالم باسره؟ بالطبع البحرين اول ما فكرت ان تتقدم بعضويه المجلس فكرت ماذا يمكن تقدم لهذا المجلس؟ وبالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية ماذا ممكن تقدم لإسهامات تعزيز وتطوير حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وبالتالي أعدينا برنامج الترشح ووضعنا 7 التزامات اللي هي طوعية بأن احنا هذه الالتزامات سوف نأخذ على عاتقنا بتطويرها على المستوى الوطني وأيضا التعاون الدولي مع كافة الآليات سواء مع مجلس حقوق الإنسان أو مع المفوضية السامة لحقوق الإنسان والآليات المنبثقة من خلال تقديم التقارير الطوعية ومناقشتها وأيضا أخذ هذه التوصيات على محمل الجد. وبالتالي لدينا خطة واضحة وخاصة أن مجلس حقوق الإنسان الآن يمر بمنعطف هام. صحيح. يخضع الآن لعملية تقييم ومراجعة، والبحرين كانت في السابق عندما دخلت في العام 2006 أيضا دخلت في فترة تحول لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس. نعم. وبالتالي ساهمت في تحقيق ووضع أسس قيام هذا المجلس. نعم. والذي انبثق منه آلية المراجعة الدورية الشاملة. نعم. لحقوق الإنسان. ونحن الآن في مرحلة أيضا مهمة وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان، وهناك بعض البوادر في موضوع تتحدث عن تطوير جدول أعمال حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال وغيرها من المواضيع التي ممكن مملكة البحرين بتاريخها الزاخر بثقافتها بحضارتها أن تساهم ببعض الأفكار والرأى في عملية تطوير هذه الآليات وتطوير هذا البرنامج. ولدينا الكثير من هذه البرامج سوف نطرحها في حينه لمساهمة ليكون مساهمة مملكة البحرين في عمل المجلس مساهمة حقيقية بناءة فاعلة تتطور. ونحن الآن ندخل للمرة الخامسة بسجل وخبرة متراكمة، فلدينا الخبرة ولدينا الموارد البشرية ولدينا الإمكانيات. والبحرين دائما لا تشارك في أي منتدى إلا وتخلق الفارق. نعم. وتقدم الخطوات والأفكار التي يبنى عليها. صحيح. ولذلك نحن ننطلق من هذه التفاؤل وهذا البرنامج المعد المدروس، ونأمل أن نكون مشاركتنا على قدر طموحنا في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات. والتوفيق بإذن الله حليف مملكة البحرين دائما وأبدا. السيد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، شكرا لحضورك معي في الاستديو. شكرا لك. شكرا جزيلا.